مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج في النور. حلقة النهاردة الأربع ختام الأسبوع. حقيقة امبارح الحلقة يعني كان ليها صدى كبير قوي من حضراتكم، كتير قوي كان منتظر يشوف أسرة شنودة ويسمع منهم ويسمع من كل أعضاء هيئة الدفاع، الأستاذ أحمد عبده ماهر، المستشار نجيب، كمان بنتكلم فيه الأستاذ كرم، كل هيئة الدفاع يسمعوا التفاصيل الخاصة بالقضية. فحضراتكم يعني كنتوا يعني متفاعلين جدا مع حلقة امبارح ولقت إعجاب حضراتكم بشكل كبير، وإحنا سعداء بده. والحقيقة ده دورنا إن إحنا نهتم بهذه القضايا، وهدفنا الأساسي هو الطفل شنودة، فبالتالي إحنا من هذا المنطلق بنتحرك في تغطية هذه القضية أو تناول هذه القضية في برنامج في النور. فبشكر حضراتكم على كل التفاعل اللي حصل على حلقة امبارح. النهاردة هيكون لينا كمان متابعة في يعني تحركات جديدة ظهرت في القضية أو قد تكون ليها تأثير كبير في القضية. لكن خلوني في البداية أهني كل الشعب المصري بمناسبة بداية شهر رمضان وصيام رمضان، كل إخواتنا المسلمين بنهنيهم بهذا الشهر وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما كل الشعب المصري أيامه كلها احتفالات وأعياد وأيام مباركة على الجميع يا رب. في البداية زي ما قلت لحضراتكم في جديد في قضية شنودة. احنا امبارح كنا استضفنا الأسرة، اتكلمنا في كل التفاصيل، استعرضنا مجريات آخر جلسة اللي كانت انتهت بحكم ان المحكمة غير مختصة في قضية شنودة ورفضت دعوة قضية شنودة. سمعنا كل التفاصيل امبارح من المستشار أحمد عبده ماهر، وكان الحقيقة في مناشدة كبيرة قوي من كل ضيوفنا امبارح، الكل أجمع على مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل من أجل حل هذه خلينا نقول بقى المشكلة، لأن هي ما بقتش قضية خلاص دلوقتي أمام المحكمة، المحكمة قالت إن هي غير مختصة. فمشكلة شنودة بقى في مناشدة من كل العاملين في هذه القضية من أسرة شنودة للرئيس السيسي إن هو يتدخل ويتحرك علشان شنودة يرجع مرة تاني لأسرته. النهاردة بقى شايفين يعني مفاجأة أو تغير في الموضوع أو قد يكون بريق أمل في قضية شنودة أو في عودة شنودة لأسرته. بنتكلم في أحدث التطورات، مركز الأزهر العالمي للفتوى بيقول فتوى فيما معناها أن شنودة مسيحي، أن شنودة يرجع لأسرته. ده يعني معنى الفتوى اللي هنقولها لحضراتكم النهاردة نصا علشان الكلام يكون واضح للجميع، لكن احنا بنحب نقول لكم ان النهاردة الفتوى معناها بشكل صريح بتقول ان شنودة هو طفل مسيحي. الفتوى بتقول ايه؟ ورد لمركز الأزهر العالمي للفتوى سؤال، السؤال بيقول ما ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس؟ سؤال بشكل صريح، ويعني لو هنحط كده بين أقواس هنقول الطفل شنودة، لأن هو ده الطفل اللي احنا بنتكلم عليه الفترة الحالية اللي اتلقى في كنيسة واللي الناس كلها بتسأل عليه في مصر. فالسؤال ما ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس؟ رد الأزهر بقى كان إيه؟ واللي اتنشر على صفحة رسمية، يعني مفيش أي مساحة إن الكلام ده يتقال عليه إن هو إشاعات أو إنه كلام مغلوط، لا دي صفحة رسمية زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة موثقة من المركز، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. الصفحة دي مخصصة للرد على كل الأسئلة والفتاوى. الإجابة كانت إن الأزهر يعني في علماء ليهم آراء متعددة في هذه المسألة، لكن الأزهر يميل إلى رأي للفريق من السادة الحنفية إن الطفل اللقيط لو اتوجد داخل كنيسة وكان الواجد يعني الشخص اللي لقى الطفل ده غير مسلم فهو على دين من وجده، يعني هو لما يتلاقي في الكنيسة والشخص اللي يلقاه يكون شخص غير مسلم يعني شخص مسيحي يبقى الطفل ده على ديانة الشخص اللي لقاه. فإحنا هنا بنحلل يعني بالمقابل وضع شنودة. والنص الديني اللي استند عليه مركز الأزهر للفتوى قال إيه؟ قال إن النص يعني هو ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم، وقال وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا، يعني لو هو في قرية من أهل الذمة اللي هم المسيحيين فبالتالي أيضا النص بيقول إن هو بالتالي يكون مسيحي، وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة، يعني رد قاطع ما فيهوش أي روايات أخرى. ده النص اللي اتنشر النهاردة من قبل المركز
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لو تابع لمشيخة الأزهر، لو رد رسمي، وأكيد مش من باب الصدفة إن الناس تكون بتتساءل، وإن إحنا امبارح نكون بنتساءل وبنطرح القضية، ونشوف النهاردة الفتوى بتنزل بهذا الشكل. إحنا نعتبر ده يعني شيء إيجابي، وشيء بيقول إن زي ما قلنا في أمل، وبنعتبره رد. طبعا هنفهم ده هيكون تأثيره إيه في القضية، لكن إحنا بنربط الخيوط ببعضها، ده رد الأزهر. ولو هنبص على قوانين الدولة المصرية، فهي قوانين بتستند إلى الشريعة الإسلامية، بتستند إلى الفتاوى. فإذا إحنا هنا شايفين إن ده رأي الأزهر، وده رأي الفتوى اللي صدرت من الأزهر. فبالتالي يعني الاستنتاج شنو ده يرجع لأسرته، شنو ده هو طفل مسيحي، شنو ده تلاقى في كنيسة بشهادة البطريركية، بشهادة الشهود اللي حضروا الواقعة واللي تقدمت حتى في القضية اللي خلاص المفروض دلوقتي انتهت بعد حكم عدم الاختصاص، شنو ده اتلاقى في كنيسة اللي لقاه مسيحيين، فإذا هو طفل مسيحي، ده وفقا للشهادة النهاردة وموضوع يعني الفتوى اللي صدرت النهاردة. طيب احنا مهتمين بقى نعرف الكلام اللي احنا شايفينه والتطورات الأخيرة دي هتودي الموضوع لفين، هتأثر ازاي على مصير الطفل شنودة اللي هو وفقا للكلام اللي احنا شايفينه النهاردة هو طفل مسيحي. معانا على التليفون بنرحب بالمستشار نجيب جبرائيل، طبعا احد اعضاء هيئة الدفاع في قضية شنودة. برحب بيك سيادة المستشار. ازيك يا استاذ سينا، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بحضرتك. واحنا النهاردة يعني امام مفاجأة وبتنشر بشكل رسمي وبشكل صريح أمام الجميع، وسؤال بيقول الطفل اللي يتلقى في كنيسة يكون ديانته إيه، فكان رد الفتوى النهاردة إن هو يكون مسيحي على ديانة من وجده. حضرتك شايف التطور الأخير ده النهاردة إزاي هيغير في قضية شنودة، وهيكون مصير شنودة إيه بعد هذا الكلام؟ والحقيقة يعني حوالي الساعة 5 تقريبا يعني مشيخة الأزهر بعتت لي فتوى على الواتساب بتاعي بتقول هذا الكلام. نمرة 2 أنا عشان أتأكد اتصلت بأحد مشايخ الأزهر في المشيخة وأكدوا لي هذا الكلام. وبعدين حقيقة حبيت أبحث الفتوى دي، لقيت اتصلت بهم دلوقتي من منذ قليل يعني، لقيت إن أنا كنت قد تقدمت بطلب رسمي يوم 22/12/22 إلى المدير التنفيذي لمركز الأهرام العالمي للفتوى الإلكترونية، وهذا الطلب أحيل لإدارة القضايا لرئاسة المستشار هاني الجمل، ولسه مأكد دلوقتي أحيل في 16/1/2023 الطلب اللي تقدمي اللي تقدمت به، وفعلا صدرت الفتوى. وحتى المستشار هاني الجمل قال احنا اتأخرنا عليكم شوية. احنا معانا صورة الطلب كمان على الشاشة علشان الكل يكون معايا التفاصيل. ده اللي مقدمه بنفسي للمشيخة. الفكرة ايه بقى دلوقتي؟ الامر في امرين اتحسن من وجهتين. عندنا دلوقتي ركنين اساسيتين في هذا الموضوع. الركن الاولاني هو مشيخة الازهر او رأي الازهر او فتوى الازهر الصادرة اليوم. الامر الثاني بقى اللي بيؤكد الطفل المسيحي هو خطاب اللي انا حصلت عليه من بطريركية الاقباط الارثوذكس الاندونيسيوس اللي يؤكد هذا الكلام. فاذا دلوقتي يعني فتوى الازهر النهارده ازالت كل لبس وكل ارتباك وكل غموض، وايضا ازاحت الاراء المتشدده في ان الطفل يقول على الفتره الاسلاميه الى اخره. النهارده انا بشكر طبعا فضيله الامام الاكبر وشيخ الازهر ولكم صوم تامين بمناسبه رمضان، ان شاء الله رمضان كريم طبعا، وبقول ان هذه الفتوى الحقيقه يعني حسمت الامر، زي برضه فضيله الشيخ لما اتصل بيا النهارده قال احنا حسمنا الامر بنفس اللفظ كده، احنا حسمنا الامر في هذا الموضوع. يعني حسم الامر فيما يتعلق بان اذا الطفل وجد في مكان مسيحي، بل ان الفتوى توسعت ما اقتصرتش بس على الكنيسه، قالت حتى في اذا وجد في قريه ذميه يعني قريه فيها مسيحيين، قريه يعني شوفي توسعت الفتوى مش فقط المكان اللي مش كنيسه. وان اذا دلوقتي امامنا الموضوع ارتكن على ركنين هامين، الركن الاول فتوى الازهر، والركن الثاني الشهاده الصادره من البطريركيه، وكلاهما يكمل بعض، الكنيسه تكمل الازهر والازهر يكمل الكنيسه. فاصبح لم يعد هناك اي يعني غموض في هذا الموضوع او اي تعقيد في هذا الموضوع. والحقيقه يعني انا عاوز اطمن بس لقناتكم المحترمه من يعني احنا في يعني ان شاء الله هنبشركم باخبار جميله جدا جدا في الايام القريبه القادمه باذن الله. وانا كمان زي ما وعدتك امبارح يا استاذه وسينا وقلت ان شاء الله هنزور شنودة قريب. انا لسه بنتكلم مكتب الوزيره حاليا في الحال دلوقتي، وده بحضرتك المستشار محمد عمر. ان شاء الله ربنا سهل ويلبى طلبنا
باذن الله. وانا بقول اني خبر عظيم جدا، فتوى عظيمه جدا طبعا. ويعني انا بشكر قناتكم المحترمه اللي بتهتم بهذا الموضوع من اول وهله الحقيقه. لكن سياده المستشار، يهمنا وبناء على اللي احنا شايفينه النهارده، بناء على شهاده الكنيسه وشهاده البطريركيه اللي بتقول ان شنوده اتلقى في الكنيسه وتقدمت الشهاده دي بالفعل، والنهارده على الجهه الاخرى الازهر بيقول الفتوى اللي تقول لو هو اتلقى في كنيسه هو مسيحي، بناء على هذا الكلام ايه اللي هيحدث؟ ده اللي يهمنا دلوقتي، التحركات اللي هتحصل. اللي هيحدث اجراءات تتخذ قانونيه كده، يعني بنقول وزاره التضامن دلوقتي لم يعد شنود امامك دلوقتي له محل من الاعراب، وانما شنود لابد ان يعود الى اسرته بموجب يعني شهاده من البطريركيه لا يخالفها احد، وبموجب فتوى تؤكد شهاده البطريركيه، فاذا الامر محسوم، ما فيش في الوراء في الاوراق خلاف ذلك يعني. طيب هنا برضو لازم نسال سؤال، لو الازهر ده رده وده رايه، استنادا على اي اساس تم تغيير ديانه شنوده من البدايه؟ يعني في الحاله دي بيرجعوا لمين علشان ياخدوا قرار بهذا الشكل اذا كان ده هو راي الازهر؟ هو راي الازهر في هذا الشان فعلا، لكن القضيه في الاول الشكوى الكيديه اللي تمت فيه منذ البدايه دي، اللي قالت ان الطفل احدى قريبه الاستاذ فاروق، الطفل يعني عثر عليه في مكان مش في الكنيسه، ربما يعني لم يكن هناك شهود يؤكدوا هذا في الاول الامر، وبدا الامر ان ملتبس على الناس يعني، وبدا الامر كما كانوا يروجون في الاعلام ان الطفل اذا وجد في مكان مسلم او في دوله اسلاميه يعتبر مسلم. لكن هنا الحقيقه يعني قطع الازهر يعني كل لبس وكل غموض، وحسم الامر زي ما قال فضيله الشيخ النهارده اللي هي في التليفون، واصبح الامر واضح جليا لكل الجهات المحققه، سواء في النيابه، سواء في المحكمه، سواء في التضامن الاجتماعي، لكل الجهات اصبح الامر واضح تماما، شهاده بطريركيه وفتوى من الازهر. ماذا تطلبون بعد ذلك؟ الامر الثالث كمان ان انا برضه ما زلت اكرر في المداخله معاكم اول امبارح يوم السبت اللي فات، وقلت برضه ما زال اليد العظيمه هو يد سيادة المستشار. حضرتك معانا يا أستاذ نجيب؟ طيب هنرجع مرة تاني للمستشار نجيب جبرائيل، لكن زي ما سمعنا كده ده الرد الحاسم، الفتوى الحاسمة، زي ما يعني التصريحات حتى اللي اتقالت للمستشار نجيب إن ده يعني رد حاسم من الأزهر في موضوع قضية شنودة. رجع لينا مرة تاني مستشار نجيب، حضرتك كنت بتستكمل كلامك. أنا عايز أقول كمان بالإضافة إلى فضيلة شيخ الأزهر والكنيسة، يبقى لنا وسوف يظل يبقى لنا هو السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن احنا نناشده الأب والوالد والقلب الكبير الذي يعني يربط على كل يعني دموع الناس، وأعتقد أن يعني أنا أعتقد أن برضه ما زالت أمال تنتظر ودموعها تنتظر يعني ايد الرئيس الحانيه لكي يصدر قرار، احنا على شهر ابواب شهر فضيل وصوم كبير واعياد قيامه واعياد فطر، اللي قبل العيد عشان تعيد يعيد شنوده في احضان امه وابويه. نتمنى طبعا ان يكون التحركات بقى بشكل سريع جدا في الايام اللي جايه، ان في يوم وليله نشوف خلاص شنوده بيرجع، ده اللي احنا بنتمناه. يعني كفايه على هذا الطفل كل المعاناه اللي هو عاشها، كفايه الغربه خلينا نقول اللي هو عاش فيها خلال الفتره اللي فاتت كلها وهو بعيد عن اسرته وعن حضن امه، يبقى بقى التحركات اللي جايه بشكل سريع اقل حاجه تتعمل لهذا الطفل. ان شاء الله يعني هتابعكم اول باول، هتسمعوا اخبار جيده باذن الله، اخبار ان شاء الله. بشكرك جدا المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع في قضية شنودة. بنتابع مع حضراتكم كل الجديد في هذه القضية بشكل سريع، وبنحاول نفهم كل التفاصيل، لأن احنا زي ما بقول وبأكد ان احنا يهمنا هذا الطفل، ومهتمين ان بشكل سريع بقى يعني تتحل مشكلته. يعني اذا كان الازهر مشكورا يعني النهارده اصدر هذه الفتوى ووضح كل التفاصيل، رد حاسم زي ما بنقول يعني في القضية، فبالتالي خلاص بقى الخطوات اللي بعد كده تكون سريعة علشان الطفل ده يرجع من غربته لبيته مرة تاني وسط مامته وبابا. خلينا نروح مع حضراتكم لأحداث كده حصلت على مدار الساعات اللي فاتت، ناس كتيرة انتفضت ليها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لطفلين، طفلين حالتهم مختلفة خالص عن أي حالة. يعني هنقارن الحقيقة حالتهم بفكرة ان هم في الشارع، وبنتكلم على
ان هم يعني ما لهمش حد يساعدهم، لان الطفلين دول كانوا ايه اللي حصل ليهم؟ هم كانوا داخلين الصيدليه علشان يعني طفل منهم تعبان، لكن هم طفلين 5 سنين 6 سنين اعمارهم صغيره قوي، وحضراتكم هتشوفوا كمان يعني شكلهم في الفيديو اللي معانا النهارده. طفل منهم داخل بيقول للدكتور الصيدلي انا عايز دواء كحه، وطبعا وسط ناس كبيره بقى، يعني حضرتك ما تشوفوا هو يعني مش باين من الارض اصلا، لكن هو داخل واصل بيه الحال بيطلب دواء لاخوه علشان ما عندهوش بقى لا اهل ولا اب ولا ام يدخلوا يجيبوا لهم الدواء. يعني الولد يعني متاعب الحياه كبرته للدرجه دي، وصلته ان هو يدخل صيدليه، احنا بنتكلم طفل 6 سنين، يطلب من الدكتور دواء كحه لاخوه التعبان، ومعاه اخوه الصغير اللي هو تقريبا عمره 3 4 سنين، يعني الفرق ما بينهم مش كبير، بس هو بقى يعني شايل المسؤوليه وشايف ان اخوه تعبان لدرجه ان هو مش عارف يعمل له حاجه، فعايز يجيب له الدواء. يدخل الصيدليه وسط الناس الكبيره كلها يقول له عمو انا عايز دواء لاخويا. وهنا بقى الناس كلها تبدأ تلتفت للمشهد الغريب اللي احنا شايفينه ده. يعني دي اللقطات، ده الطفل اللي بقول لحضراتكم عليه، والناس كلها في الصيدلية قاعدين بيشوفوا الموضوع هينتهي على ايه. هياخد الدواء، طب هو معاه فلوس ياخد الدواء اللي هو عايزه، وبالتالي ده يعني الموقف يعني كان ماشي في هذا الاتجاه. الطفل بيطلب الدواء، الدكتور بيقول له معاك فلوس؟ قال له مش معايا فلوس، بس انا اخويا تعبان. واخوه الصغير اهو قاعد بيطبطب عليه، قعدوا على جنب على الارض مستنيين يشوفوا هياخدوا دواء مش هياخدوا دواء. وطبعا مشكور واحد من الناس اللي كانت واقفه من المواطنين اللي بيشتروا الادويه، قال ان هو اللي هيجيب له الدواء. وبالتالي يعني شفنا الولد قام ياخد الدواء من الدكتور، والدكتور بيقول له قول شكرا للراجل اللي دفع لك. حتى الطفل الكبير اللي هو يعني بيطلب دواء لاخوه هو نفسه تعبان، يعني هتشوفوه بيعرج، هو صحته مش كويسة وماسك بطنه فيه، يعني الولد متألم، وعلى رغم كل التحديات وكل الألم داخل يجيب دواء لأخوه الصغير. قرر إن هو مش معاه فلوس ومعهوش ولا أب ولا أم يسألوا فيه ولا أي حد في ظهره، لكن هو كان في ظهر أخوه وداخل يجيب دواء علشان يسنده ويقويه. دول أطفال الشوارع اللي احنا محتاجين نهتم بيهم، دول اللي ما عندهمش أسر ما عندهمش بيوت تهتم بيهم، والأولى أن هم يتحطوا في الدور ويتحطوا في الملاجئ علشان يلاقوا حيطان تحوط عليهم، يلاقوا الدواء لما يكونوا تعبانين، مش العكس، مش ناخد أطفال من وسط بيوتهم، لا دول اللي ليهم مكان، دول اللي المفروض ده يكون مكانهم. لازم يكون في تعامل مختلف مع الأطفال اللي بهذا الشكل. ما نتمناش نشوف طفل تاني بالشكل ده شايل مسؤولية يعني أكبر من سنه يعني شايل فوق طاقته بالشكل اللي احنا شايفينه ده، رغم وجعه ورغم ان هو لوحده في الشارع، رغم ان هو معاه طفل اصغر منه هو اصلا طفل، داخل صيدلية علشان يطلب دواء لاخوه. فين حقوق الاطفال دول؟ ليه مش بننتفض لهؤلاء الاطفال؟ يعني احنا عارفين ان في حملات بالفعل لاطفال الشوارع والكلام ده كله، بس لسه في مشكلة، لسه موجودين في الشارع، لسه تعبانين، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا فيها الموضوع بيتأزم اكتر. يعني اللي عنده بقى قرطة عيال ممكن لو واحد منهم تاه ولا اي حاجة مش بيسأل عليه، خلاص حمل وتشال من عليه، في ناس بتفكر كده. ففين احنا من هؤلاء الاطفال؟ دول اللي مكانهم دار الايتام، ودول اللي مكانهم دور الرعاية، مش ان احنا ناخد طفل من اسرته نحطه في ملجأ ولا اي حاجة بهذا الشكل. واستنادا على كلامنا اللي اتكلمناه مع حضراتكم في يعني التطورات الجديده في قضيه شنوده، خلينا نسال حضراتكم سؤال الحلقه. وبعد فتوى الازهر بان الطفل شنوده هو طفل مسيحي، برايكم هل هيرجع الطفل لاسرته، ولا شايفين القضيه دي ممكن تنتهي ازاي، او مشكله شنوده ممكن تتحل ازاي؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم على الصوره الخاصه بالبرنامج على صفحه القناه على فيسبوك سي تي في ايجيبت. الحقيقة زي ما بنقول إن الأوضاع صعبة جدا في الفترة الحالية، لكن هي مش مبرر لارتكاب الجرائم، خاصة إن إحنا بنتكلم على جريمة النهاردة هي صعبة قوي. راجل متزوج وعنده بنتين، واحدة في المرحلة الثانوي وواحدة في مرحلة ابتدائي. النهاردة الناس بتتفاجئ، يعني قرايبهم بيكلموهم عمالين يتصلوا على الأم يتصلوا على الأب، ما فيش أي إجابة، ما فيش أي حد بيرد عليهم. راحوا بقى وكسروا الباب لقوا ان الام متوفيه والبنتين متوفين وفي غاز مفتوح. فيعني تصوروا في الاول ان ممكن يكون نتيجه تسرب الغاز وان في بوتاجاز او حاجه متسابه فالناس دي توفت، لكن بعد كده
اكتشفوا ان في كان مشاكل ما بين الزوج والزوجه وما بين الزوج والاسره، فبالتالي بلغوا قدموا بلاغ ان حصل 1 2 3، لقينا السيده متوفيه، لقينا في اثر تكسير في البيت، ففي حاجه غلط، فبالتالي اتقبض على الزوج، ومن هنا اعترف ان هو خنق زوجته وخنق بناته الاثنين. المبرر بالنسبه له ان هو عليه ديون وان الظروف بقت صعبه قوي، فقرر ان هو هيعمل كده، وفكر هو كمان ينتحر ويشغل الغاز علشان يموت، لكن نفسه ما طوعتهوش وما قدرش يعمل كده، لكن نفسه طوعته ان هو يقتل زوجته وبناته. فاحنا هنا بنتكلم على القصه دي علشان نوصل لحاجه، مفيش اي مبرر للجريمه، يعني مهما كان دي الحال فانت عندك بيت مقفول عليك انت وولادك، مش تقتلهم، تشكر ربنا عليهم وتحاول وتشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، مش في الاخر يعني تقتلهم وتكون النهايه بهذا الشكل. يعني جريمه صعبه جدا الحقيقه ومأساويه، وللاسف كل يوم والتاني بنشوف جريمه صعبه بهذا الشكل، لكن اللي احنا بنأكد عليه في الموضوع ده، الموضوع ليه علاقه بانك بتحسب الدنيا بشكل غلط وبتوجد مبرر للجريمه وهي ملهاش اي مبرر. خلينا نروح لآخر أخبار ليها علاقة بالاقتصاد، والفيدرالي الأمريكي بيرفع الفايدة على الرغم من أن كان في توقعات بأنه ما يرفعش الفايدة، خاصة في ظل يعني الأزمة الخاصة بالبنوك الأمريكية اللي أعلنت إفلاسها زي بنك سيليكون فالي. النهاردة بشكل رسمي الفيدرالي بيرفع الفايدة بحوالي 25 نقطة أساس، وبهذا الشكل بتوصل الفايدة في الولايات المتحدة ل 4.75% أو 5%. زي ما بنقول يعني الموضوع كان فيه ناس متوقعة وناس مش متوقعة، ناس قالت الفيدرالي هيرفع علشان التضخم وبيحاول أن هو يسيطر على التضخم، وناس تانية قالت لا علشان أزمة البنوك هو مش هيزود من الأزمة ويرفع الفايدة، لكن كانت النتيجة النهاردة بعد اجتماعات استمرت لمدة يومين أن هو بيرفع الفايدة بحوالي 25 نقطة أساس. الكلام ده هيأثر إزاي بقى على الأوضاع الاقتصادية في العالم؟ هل هيفاقم من أزمة البنوك وهتتأثر بشكل أكبر بعد هذا القرار؟ ده سؤال. سؤال تاني، طيب إحنا في مصر هل هنكون متأثرين بقرار الفيدرالي برفع الفايدة؟ ده سؤال تاني أكيد هنجاوب عليهم مع حضراتكم. لكن عندنا أيضا خبر تاني في الشأن الاقتصادي خاص بمصر، بيتكلم على برنامج تمويلي جديد لمصر من البنك الدولي بيوافق عليه بقيمة 7 مليار دولار. 7 مليار دولار مصر بتاخدهم من البنك الدولي وأطراف أخرى دولية، أطراف يعني تمويل دولية. 7 مليار دولار هناخدهم على مدار سنوات حتى سنة 2027. إيه الهدف أيضا من التمويل ده، من برنامج التمويل، وهل يعني بيختلف عن كارد صندوق النقد، بيختلف إزاي؟ محتاجين يعني نحلل كل هذه التساؤلات مع حضراتكم. ينضم لينا على التليفون دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. نبدأ بالقرار الأحدث والفيدرالي بيرفع الفايدة 25 نقطة أساس. حضرتك يعني هل الفيدرالي بيفاقم كده من أزمة البنوك في الولايات المتحدة، ولا تأثير الرفع الأخير ده هيكون إيه؟ لا، ده هو على العكس، لأنه هو كان التقديرات بما فيها التصريحات اللي أدلى بيها الفيدرالي الأمريكي أو رئيسه محافظ الفيدرالي الأمريكي الحقيقة منذ عدة أسابيع، حينما كان كلامه نحو مزيد من الرفع الأسعار الفايدة بعودة مرة أخرى للوتيرة المتسارعة، بمعنى أنه خلال الاجتماعات السابقة للفيدرالي الأمريكي كنا بنشهد ارتفاعات وصلت ل 75 نقطة تمام و 50 نقطة، ويمكن كان التقدير والتوقع أنه الفيدرالي سوف ياخذ خطوة الرفع 50 نقطة خلال الاجتماع اللي تم منذ ساعات.
لكن هو الحقيقة القرار جه أخف مما كان المجتمع الدولي بيتوقع، يعني جاء إضافة 25 نقطة، وده أخذا في الاعتبار عدة أمور. الأمر الأول إنه الفضاء الأمريكي رأفة بالقطاعات المصرفية راغبة في أن يكون إضافة أقل مما كان متوقع علشان لا يخلق مزيد من الضغوط على القطاع المصرفي الأمريكي، بما فيه الحقيقة البنوك الحقيقة أصبحت درجة الثقة فيها انخفضت عما كنا عليه قبيل أزمة تيليكون فالي وسيجنتشر. الأمر الثاني هو ما زال معدل التضخم اللي الحقيقة على الرغم من انخفاضه نسبيا داخل الاقتصاد الأمريكي إلا أنه ما زال هو أعلى من مستهدفات الفدرال الأمريكي، وبالتالي هو مستمر في الرفع، لكن يمكن هو ضبط هذا الرفع بسقف 5.1% خلال عام 2023، وبالتالي نقدر نقول انه ما هو متاح امامنا خلال عام 2023 فيما يتعلق بالرفع ليس بالكثير. يعني كل التقديرات خلال هذا العام ما بين 25 و50 نقطة أخرى. وده الحقيقة مسألة إلى حد ما مطمئنة عما كان الاقتصاد العالمي أو باقي البنوك المركزية تتوقع. ما يتعلق بالضغوط اللي هيحدثها هذا الرفع، بالتأكيد كل ما الفضاء الأمريكي بياخد خطوة الرفع كل ما بالتبعية بتتجه العديد من البنوك المركزية حول العالم لرفع حفاظا على عملتها، حفاظا على اقتصادها، حفاظا على قدرة هذا الاقتصاد على جذب استثمارات، لانه كل ما بيكون الدفع كبير كل ما ده بيصب في مصلحه الدولار، بيصب في مصلحه قدره الاقتصاد الامريكي على جذب الاستثمار. ويمكن عقب الدفع ل 25 نقطه على غير ما كان متوقعا فيها اليورو هو الحقيقه قفز قفزه جيده خلال الساعات المعدوده الماضيه، وبالتالي ده رساله مهمه جدا تشخص الى اي مدى الاقتصاد العالمي سوف يتجه خلال الساعات والأيام القادمة. لكن مش هنشوف بنوك تانية متأثرة بالقرار ده؟ يعني بنوك تانية بتعلن إفلاسها نتيجة الأزمة اللي بيمر بيها، خاصة يعني البنوك الصغيرة اللي بتعمل زي مع الشركات الناشئة زي بنك سيليكون فالي؟ خلينا نوضح على أنه هو بداية سيليكون فالي ليس من البنوك الصغيرة. يعني هذا البنك بيأتي ترتيبه 13 داخل الاقتصاد الأمريكي. لكن هو الحقيقة سيليكون فالي مشكلته انه كان مرتبط بمشروعات الهاي تيك او مشروعات الستارت اب اللي هي يعني تحديدا قطاع الاستثمار، وخاصه الاستثمارات الناشئه اللي بتعتمد على التكنولوجي. هو ده المشكله الاساسيه، انه بنك مرتبط بقطاع، القطاع بالتاكيد قطاع الاستثمارات المخاطر، ده الحقيقه هيواجه صعوبات كبيره خلال الفترات القادمه. لكن خلينا ناكد على مساله تخطى سيليكون فالي وايضا بنك سيجنتشر، ان هناك تقريبا ما بين 4 و5 بنوك امريكيه صحيح جاري فحصها وتقييمها حاليا. يمكن ايضا دخول عمليه كريدي سويس في عمليه اكويزيشن او استحواذ داخل الاتحاد الاوروبي، بالتاكيد ايضا وضع البنوك الاوروبيه في موضع المراجعه. يعني الازمه اذا يا دكتور مش مرتبطه فقط بالبنوك اللي بتتعامل مع الشركات الناشئه، يعني الازمه اذا هنا بتتسع ويعني فيها بنوك اخرى بتشتغل في مجالات اخرى. لا، خلينا نوضح فرق جوهري فيما بين ما حدث خلال الاسابيع الماضيه في سيليكون فالي وما حدث خلال عام 2008، لانه الحقيقه الكل يضبط فيما بين الازمتين. 2008 كان درجة التشابك فيما بين البنوك التي دخلت في التعثر والبنوك الأخرى كانت مرتفعة للغاية. درجة التشابك مش بس فيما بين البنوك الأمريكية بعضها البعض، لكن كمان فيما بين البنوك الأمريكية وباقي بنوك العالم، البنوك الخارجية. درجة التشابك والتداخل سواء كان فيما يتعلق بالإنتر بنك أو الودائع المتبادلة فيما بين البنوك أو العمليات المصرفية المتشابكة، فالحقيقة كان حجم الأثر في 2008 كان أكبر. صحيح ما زال كرة الثلج تتحرك، وبالتأكيد قد يظهر خلال الفترات القادمة سواء كان داخل الاقتصاد الأمريكي أو خارجه البنوك تقترب من دخول لهذه الأزمة. لكن يمكن من الأمور المهم إن احنا نشير ليها إنه قدرة الحكومات على التعاطي مع الأزمة الحالية كان سريع بعكس 2008، ومحاولة طمأنة العديد من المودعين كانت الحقيقة مرتفعة للغاية سواء كان داخل أمريكا أو داخل دول الاتحاد الأوروبي. فتحرك الحكومات، ويمكن الحقيقة الحكومة البريطانية أعطت إشارات للـ HSBC علشان يستحوذ على حصة
سيليكون فالي في لندن او الوحده التابعه ليه، كان من الامور اللي تبعث برساله انه الحكومات تحركت سريعا في هذه الازمه، فكما يتعلق بلملمه الاثار الناتجه عن سيليكون فالي او حتى طمانه المودعين في باقي البنوك الاخرى. لكن كما اشرت ما زال كره الفلك تتحرك ويمكن ان يظهر خلال الاسابيع القادمه بوادر لتعثرات اخرى. يهمنا نعرف تاثير ده على السياسات الخاصه يعني المركزي المصري ممكن تكون ايه؟ هل هيكون في قرارات الفتره اللي جايه بخصوص سعر الفايده تاثرا برفع الفدرالي؟ تمام، خلينا نفصل ما بين تحركات المركزي المصري فيما يتعلق بالشان الاقتصادي العالمي والخطوات اللي بيجريها اللي بيعملها الفدرالي الامريكي، ونبعد تماما المركزي المصري عن ازمه سيليكون فالي او اي من البنوك اللي دخلت في ازمه. تمام، دي مساله هامه للغايه، لان الحقيقه البنك المركزي المصري لديه سياسات، مش عايز اقول متشدده، لكن الحقيقه لديه سياسات متزنة جدا تجاه القطاع المصرفي المصري. البنوك المصرية ما زالت قوية، مركزها مالية قوية، معامل الملاءه بها مرتفع للغاية، نسب الشيوع اللي ما زالت بها مرتفع للغاية، أموال المودعين كلها منع. الحقيقة البنك المركزي ولنا تجارب سابقة في انهيار بنك الاعتماد والتراجع عام 90، الحقيقة كان بنك بريطاني أمريكي، والحقيقة البنك المركزي أعطى إشارة وتم التعامل مع وحدة هذا البنك داخل مصر. بالتالي نأكد على انه البنك المركزي الحقيقه سياساته المتزنه هي الحقيقه بتصل برساله طمانينه، وبنأكد على انه القطاع المصرفي المصري قطاع امن تمام. خلينا نروح مع حضرتك لموضوع البنك الدولي وموافقته على البرنامج التمويلي المصري. أشير بس نقطة سريعة حضرتك أشرت إليها ما يتعلق برفع الفدرالي الأمريكي سعر الفايدة، متوقع الحقيقة إحنا عندنا اجتماع الخميس القادم، مش باكر اللي هو تقريبا يوم 30 الخميس بعد القادم، للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي علشان تبحث اتجاهات أسعار الفايدة. أتصور إنه الاتجاه يكون لرفع آخر ارتباطا بإنه ما زال معدل التضخم داخل مصر مرتفع. طيب لما نتكلم على البنك الدولي عايزين نشرح الاول يعني ايه برنامج تمويلي ويفرق في ايه عن القرض، لان الناس بتعتقد ان الاثنين نفس الشيء. طب خلينا نفصل ايضا فيما بين ما تقوم به الحكومه المصريه مع صندوق النقد وما تقوم به الحكومه المصريه مع البنك الدولي. يعني ما قامت به او ما تستمر في القيام به الحكومه المصريه مع صندوق النقد هو خطوات اصلاحيه بالاستفاده بخبرات صندوق النقد، برامج للاصلاح، استمرار لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بدا في 3 نوفمبر 2016. واستتبع هذا الامر الدخول ايضا في موافقه اخرى بين صندوق النقد على الحصول على التمويل اللي حصلنا عليه مؤخرا بقيمه 3 مليار بتركي على دفعات 347 مليون دولار كل 6 أشهر، ومراجعه في هذا الامر. والحقيقه ده 3 مليار وضيف ليها ايضا مليار من اليه مستحدثه داخل الصندوق، بجانب 14 مليار دولار بتحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الاخرى، سواء كان البنك الاوروبي او البنك الاسلامي او البنك الافريقي او غيره. لكن ما يتعلق بالاتفاق مع البنك الدولي اللي هو مدته بنتكلم من 2023 حتى 2027 واللي بيصل ل 7 مليار دولار، هذا البرنامج الحقيقه معني باهداف اخرى. يعني معني بداية ببرامج على أرض الواقع بجانب برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي مصر صادت عليه مع صندوق النقد. برنامج البنك الدولي مع الحكومة المصرية هو في الأساس بيساند مستهدفات أخرى، يعني بيساند مستهدف مزيد من التوجه نحو القطاع الخاص. صحيح. مزيد من تطبيق استراتيجية مصر 2030. مزيد من تطبيق استراتيجية المناخ في مصر اللي هي 2050، والحقيقة مرتبطة سواء كان بمجهود الحكومة المصرية أو مخرجات كوب 27 القمة قمة المناخ اللي عقدت في شرم الشيخ منذ أشهر معدودة. الحقيقة هذا البرنامج مع البنك الدولي هدفه في الأساس مزيد من تقوية القطاعات الأساسية داخل الاقتصاد المصري. أنا بشكرك جدا دكتور هشام إبراهيم على كل التوضيحات، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة.
طيب نروح لخبر تاني مع حضراتكم ونختم فقرتنا بخبر عن الأرصاد، ومتوقع يكون في منخفض جوي يوم الجمعة والسبت اللي جايين. الأرصاد بتحذر من المنخفض، يعني بالتالي هنشوف تغير في حالة الطقس على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة اللي احنا شايفينه في الأيام الحالية. الأرصاد بتقول إن متوقع كمان يكون في سقوط للأمطار متفاوتة الشدة، ممكن تكون رعدية على مناطق، يعني على عدة مناطق، وهيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق الأخرى. فبالتالي بتحذر هيئة الأرصاد من هذه التغيرات. خلينا نعرف ناخد حذرنا إزاي، متوقع الدرجات توصل لكام، وأيضا شدة الأمطار هتكون عاملة إزاي. مرحب معنا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور. تسلم على حضرتك يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين. وضح لينا دكتور المنخفض هيأثر إزاي على حالة الطقس، والتغيير هيستمر معانا لمدة كام يوم؟ خلينا بداية نقول إن اليوم وغدا بنشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام الماضية. يعني غدا إن شاء الله العظمى على القاهرة هتكون في حدود 27 درجة مئوية، 25 على السواحل الشمالية، وهتصل ل 30 و31 على محافظات شمال وجنوب الصعيد. فبالتالي بكرة الطقس هيكون ما بين الحار المائل للحرارة على الجزء على أغلب مناطق الجمهورية، لكن خلال ساعات الليل بيتحول لطقس بارد، وبتكون الصغرى على القاهرة من 15 ل 16 درجة مئوية، وبتصل ل 12 على شمال الصعيد. الخرائط بتشير انه بدايه من يوم الجمعه القادم هيبدا يحصل في بدايه دخول منخفض جوي على الجانب الغربي من الجمهوريه عند مطروح والسلوم. المنخفض الجوي ده بيتزامن معه ايضا منخفض جوي في الطبقات العليا للهواء. الوضعيه دي بتؤدي الى حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، هيبدا تاثيرها يوم الجمعه على اقصى غرب الجمهوريه عند السلوم ومطروح، ويبدا يتقدم تدريجيا علشان يأثر على كافة مناطق الجمهورية من مساء يوم الجمعة وحتى يوم السبت بالكامل. تأثير المنخفض ده بداية من يوم الجمعة هيكون بانخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية اللي هتكون 20 درجة مئوية، في حين ان يوم الجمعة في على باقي مناطق الجمهورية هتكون الأجواء لا زالت حارة وهتكون في حدود ال 25 على القاهرة الكبرى. لكن بمساء يوم الجمعة هتبدأ الأمطار تمتد لتشمل السواحل الشمالية بالكامل. الوضع ده طبعا هيستمر حتى يوم السبت، امطار من متوسطه لغزيره ورعديه احيانا على السواحل الشماليه بالكامل زي اسكندريه ومطروح وشمال محافظات الوجه البحري زي البحيره وكفر الشيخ والدقهليه. الامطار هتمتد ولكن بشده اقل على مناطق من جنوب الوجه البحري زي الغربيه والمنوفيه، ايضا هتمتد الامطار لمدن القناه بالكامل وشمال محافظه البحر الاحمر ووسط سيناء وكذلك شمال سيناء، وفي فرصه ان الامطار دي تمتد تكون مثلا متوسطه ورعدية في بعض الأحيان على مناطق من القاهرة الكبرى وبعض محافظات شمال الصعيد. الأجواء دي مستمرة حتى نهاية يوم السبت القادم. مع الأمطار دي هيكون في يوم السبت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، يعني العظمى يوم السبت هتكون في حدود ال 21 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بعد ما هتكون سجلت على مدار الخميس والجمعة من 25 ل 27 درجة مئوية. مع انخفاض درجات الحرارة يوم السبت والأمطار اللي ممكن توصل لغزيرة ورعدية على مناطق متفرقة، هيكون معانا نشاط للرياح اللي هيعطينا مزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وممكن يؤدي لبعض الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية. نصيحتك إيه يا دكتور للمواطنين في ظل يعني التغيرات اللي احنا شايفينها في حالة الطقس، نعمل إيه في الأيام الحالية علشان يعني ما حدش يصاب بأي برد؟ يعني دايما بنتكلم في النقطة دي، لأن التغيرات الحالية طبعا بتخلي الناس بتنخدع في الطقس، فبالتالي بتلبس لبس ما يناسبش الجو. وصية حضرتك أو نصيحتك إيه؟ بكل تأكيد أول نصيحة هو متابعة الحالة الجوية بشكل يومي بسبب التغيرات الحادة والمفاجئة في الأحوال الجوية. فعلى سبيل المثال بكرة بنلاقي درجة الحرارة 27 على القاهرة وأجواء ما بين الحارة للمائلة للحرارة، وبنتفاجأ تاني يوم مباشرة انخفاض حد في درجات الحرارة وتحول كامل في الحالة الجوية. فلازم نتابع الحالة الجوية بصورة مستمرة علشان نقدر نعرف بكرة هنحدد نشاطنا ونوعية الملابس اللي هنرتديها أو أولادنا يرتدوها
أثناء ذهابهم للمدارس. برضو المواطنين الموجودين في نطاق السواحل الشمالية والجزء الشمالي من الجمهورية، بداية من السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والوجه البحري وحتى القاهرة أيضا ومحافظات شمال الصعيد، لازم توخي الحذر التام أثناء فترات تساقط الأمطار، خاصة الأمطار الرعدية، واتباع كافة تعليمات السلامة الخاصة بالتعامل مع كميات الأمطار اللي ممكن تبقى غزيرة على السواحل الشمالية، بتؤدي في بعض الأحيان لانعدام مستويات الرؤية الأفقية على الطرق، وبالتالي المسافرين على الطرق أثناء تساقط الأمطار توخي الحذر التام واتباع كافة تعليمات المرور وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة الموجودة في الشارع أثناء تساقط الأمطار. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية. إذن دي كل تفاصيل التغيرات اللي هتشهدها الأيام اللي جاية من تغير في الطقس. نتابع دايما، بنأكد على أن احنا نتابع درجات الحرارة بشكل يومي. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام فقرة الأخبار في يعني أهم أخبار النهاردة. لسه عندنا مزيد من الفقرات، خلينا نخرج لفاصل وبعده نبدأ أولى فقراتنا الحوارية. استنونا.